نعم سيداتي وسادتي متابعينا عبر قنوات SSC، مرحبا بكم في هذه المباراة والأمسية وسط هذا الحضور الجماهيري الهلالي الخالص في ملعب السادة الأمير فيصل بن فهد هنا بالرياض. الجماهير الزرقاء تحضر اليوم للاستمتاع بزعيمها ولرؤية النجم البرازيلي الكبير والهداف التاريخي نيمار. مات ملك البرازيل في عالم كرة القدم، وظنوا بأن بلاد السامبا صارت يتيمة حتى ظهر خليفته وحطم أرقام الملك الأول. هذه الأجواء الجميلة هنا في استاد الامير فيصل بن فهد. دعونا نذكر بتشكيلة واختيارات المدربين لهذا المساء. السيد خورخي خيسوس الذي يدخل اللقاء، المدرب البرتغالي، حراسة المرمى بالنجم المغربي الكبير ياسين بونو، سعود عبد الحميد في اليمين، البليهي كوليبالي الشهراني، نيفيس سافيتشي الى جوار، كذلك ميشائيل ديلغادو ومالكوم، بالاضافة الى سالم الدوسري، ميتروفيتش في خط الهجوم. تشكيلة الرياض اللي يدخل المباراة، والمالي براما توري، عبد العزيز العرياني، وكذلك الإسباني خوانمي، الكابوني نادونكي، وبالإضافة إلى أندري كراي للسنغالي وقائد منتخب السنغال كوليبالي خاليدو. الكرة تعود بالكعب، جميلة، محاولة خطيرة من شيل عرضية، والكرة لا تزال المحاولة المستمرة إلى الدوسري، سالم الدوسري بالرأس، ولكن التغطية كذلك كانت موجودة، ذهبت إلى ميشيل. هنا الخطر، هنا اللاعب الخطير ميشيل، ترجع إلى مالكوم البرازيلي بلمسة أمامية، محاولة موجودة مستمرة داخل منطقة الجزاء. سالم يعدي، سالم يعدي، سالم يسدد الكرة، جميلة الكرة الماضية، حلوة الكرة من سالم الدوسري، ولكن مارتن كامبانيا اللي خلص الكرة بامتياز. شوف المحاولة من سالم، شوف التقدم والتصويبة في اللحظة الأخيرة، أبعدها كامبانيا إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة ركنية من نصيب فريق نادي الهلال. في عمل كبير جدا نشاهده، كرة ستلعب من نيفيز، يلعب كرة بالراس والكرة تتخلص، تبعد الآن، التغطية والتدخل بشكل ممتاز، تصل المحاولة إلى ياسر الشهراني، الشهراني على الجانب الأيسر، المحاولة مستمرة لكن التغطية حاضرة، الكرة عدت ولا زالت إلى ميشيل، ميشيل يحصل كرته أو يخسرها، تعود الآن الرياض، المحاولة في وسط الميدان للفريق الأحمر، تصويبة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى الجانبية، رمية جانبية من ميلينكوفيتش، لم يظهر كثيرا كما ظهر في البطولة العربية، محاولة بالراس والكرة من ميتروفيتش إلى خارج أرضية الميدان. أن يباغت الهلال بهدف مبكر، الكرة تصل، موسونا خطيرة بالراس والكرة تبعد الآن وتعود من جديد إلى إخوانمي، إخواني يتقدم يعدي بشكل ممتاز الإسباني، والكرة إلى خارج أرضية الملعب من إخوانمي، على اليسار حط الكرة جميلة ياسر الشراني، عرضية تصل، المحاولة تمر، الله على الكرة من مالكوم، المحاولة لمصلحة الهلال، روبن نيفيس يلعب كرة عرضية بالراس تعدي، جميلة الكرة الماضية ولكن التغطية حاضرة، ترجع للرياض، أمامية الكرة إلى ناحية اليمنى، الانطلاقة موجودة لمصلحة شويع، يفتك الكرة بامتياز سعود عبد الحميد، الجناح الأيسر ياسر الشهراني وسالم الدوسري وحققوا الكثير من الأمتع. الله الله يا ميشا، الله يا ميشيل، الله على الكرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء، ميشيل مش طبيعي، مش طبيعي، مش طبيعي، مجنون هذا البرازيلي، مهبول هذا البرازيلي، شوف كيف عدى، مش معقول، الله يا ميشيل، بالعقل، بعد ذلك ركلة جزاء، ميتروفيتش وكامبانيا للهدف الأول لمصلحة الهلال، ميتروفيتش، جول، 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 بكل قوة، بكل قوة، ميتروفيتش يسجل الهدف الأول ويصل للهدف الخامس على مستوى ترتيب الهدافين، نعم ما يرحمه.
ما يرحم الدبابة الصربية يسكن الكرة في شباك الرياض معلنا عن أول أهداف اللقاء بكل قوة. كما ذكرت لكم ميتروفيتش يسجل أول أهداف اللقاء وبالتالي الكرة في شباك كبانيا في نفس الزاوية التي سجلها من أمام الاتحاد بنفس الطريقة والأسلوب. ميتروفيتش حضر لكم هنا في دوري روشن. على الجميع الحذر وتوخي الحذر من هذا اللاعب والنجم الكبير. للجانب اليمين يحاول مالكوم يتقدم يبحث لمالكوم البرازيلي يعدي بشكل ممتاز. مالكوم يعدي مالكوم يحاول الكرة ترجع إلى مالكوم يحاول مالكوم من جديد محاولة مستمرة خطيرة إلى ميشيل. اللاعبين البرازيليين يمتعون 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 يمتعون. الله الكرة ترجع قوية ولكن التغطية كانت موجودة. المحاولة مستمرة من جديد ترسل بحثا عن ميتروفيتش. التوجيه كذلك من ياسين بونو كرة تنفذ لها بالرأس خطيرة جدا للرياض. محاولة ياسين بونو يخلص الكرة ترجع الآن ولا تزال الفرصة قائمة. تصويبة قوية سالم الدوسري يبعد الكرة والتسديدة إلى خارج أرضية الميدان. تتخلص الكرة ميتروفيتش يتقدم الكرة مستمرة. سالم الدوسري على الجانب الأيسر الكرة موجودة خطيرة جدا إلى خارج أرضية والكرة إلى كامبانيا. من الناحية اليسار لمسة قائمة إلى سافيتش كنترول محاولة موجودة لسافيتش يعدي سافيتش جميل. الله الله على الكرة كرة عرضية مش معقول. جول جول كتيبة الزعيم اكتملت. الهلال يتربع على القمة. الهلال يتربع على القمة بتيكي تاكا بوانتو بمتعة بفرجة بروعة بزعيم بهلال يمتع الأنظار بين سافيتش وياسر. شوف الكرات الماضية شوف ياسر إلى سافيتش سافيتش إلى ياسر شهراني في الجول. هدف جميل جدا هدف رائع جدا لمصلحة الزعيم الشهراني يضع الكرة في المرمى و2-0 في المباراة 2-0 في المباراة. سجل ياسر الشهراني الكرة في شباك كامبانيا بكل سهولة. الهلال يتقدم بهدفين مقابل لا شيء 2-0. شوف نيمار السعيد بالتقدم بالهدف الثاني والهلال يقدم مستوى طيب في الشوط الأول بكل صراحة. حاولة تعود من خالدو كوليبالي لمسة وتمريرة. وفي هذه الأثناء مشاهدينا متابعينا أينما كنتم يطرد حكم اللقاء المجري توماس بونجار الصافرة معلنا عن نهاية الشوط الأول 2-0. الهلال يتقدم في الليغا الإسبانية وعلى مستوى الشامبيونز ليج. بسم الله الرحمن الرحيم صافرة انطلاقة الشوط الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم في كل مكان. من جانب الحكم حراسة المرمى مارتن كامبانيا خط الدفاع خالد الشويع محمد الشويرخ وهنا نيمار يستعد للنزول. نيمار في أول مشاركة إلى جانب الزعيم يتأهب روبن نيفيز يركز على ميتروفيتش. المحاولة بالرأس ولكن تتخلص قوية. الله جميلة الكرة من سالم كامبانيا. الكرة أمامية لصالح كوليبالي بالقوة. كوليبالي يخلص الكرة كوليبالي يعدي كوليبالي ولكن الكرة ما فيها شيء ترجع لها لصالح الرياض. الرياض موسونا يستعد الآن. موسونا يمشي كرة عرضية بالرأس تعدي ولكن التغطية حاضرة سرعان ما تعود. المحاولة للرياض تتخلص من ميتروفيتش تصل الآن خطيرة. المحاولة موجودة والفرصة قائمة. الله يا ياسين ياسين بونو 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 نعم. شهراني شهراني إلى ميلينكوفيتش بنظرة بتمريرة بكرة بلمسة بمالكوم. الله حلوة
حلوة حلوة حلوة الكرة الماضية الشراني، الشراني يتقدم، كنترول ممتاز من متروفيتش، لمسة وتمريرة، الكرة تعود إلى سالم الدوسري، يحاول سالم، يبحث سالم بالكعب، جميلة، محاولة خطيرة، والكرة إلى أحضان حارس المرمى لصالحية اللاعب راسلانا جيتش. تفتك الكرة الآن إلى ميشيل، ميشا يحاول من أمام لاعبين، ممكن يعدي، ممكن يعدي، يعدي، والكرة تمر، ترجع إلى مترو، مترو بتقول الله يا كابانيا، الله يا كابانيا، ولا تزال الخطورة قائمة، ترجع الكرة من جديد، ترسل إلى ميشيل، ميشا 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 ميشا، في هذه المرة ما يمر، وبالتالي إلى وجود صافرة وخطأ مع الكرة الماضية، يلها من هجمة، يلها من كرة كانت لميتروفيتش ضاعت وهو مواجه للمرمى، كامبانيا اللي يبعد الكرة، وبعد ذلك الكرة ضاعت بشكل غريب من ميتروفيتش، ذهبت سهلة على مرمى الرياض. روبن نيفيس، سافيتش، جميلة الكرة من سافيتش، يحاول سافيتش، يتقدم، كرة بالجول، الله، ضاعت كرة سالم، ضاعت كرة سالم الدوسري في اللقطة الماضية، شوف المحاولة الماضية، شوف الضغط الذي يمارسه لاعب الهلال، وبعد ذلك الكرة عدت من سالم. أوه هو هو نيمار جونيور دا سيلفا يستعد للنزول الآن في أول مشاركة في لحظة تاريخية لهذا النجم الكبير لنيمار اللي راح ينزل الآن عند الدقيقة 62 من زمن هذه المباراة. محمد العقل يستعد للنزول، نشوف الآن نيمار سيكون عوضا عن ممكن نقول مالكم، خلونا نشوف، أو ميشيل، ميشيل يترك أرضية الميدان، نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي إلى أرضية الملعب في لحظة تاريخية لهذا النجم الكبير، لأول مرة نيمار يشارك، ابن سيليساو وهداف البرازيل، أن تحضر لاعباً وهو لسه في عزة، لسه في عزة، بل في عز عزة نيمار، ذلك أمر كبير بالفعل ما شاء الله. إذن البريك ينزل إلى ملعب المباراة، ركلة حرة مباشرة تلعب الآن من موسونا، محاولة خطيرة بالراس، الله يا بونو، الله يا بونو على التصدي، لا التمريرة الأمامية تتخلص من خليدو كوليبالي، كل يا سلام يا نيمار إلى مالكوم، مالكوم يتقدم، مالكوم يحاول، مالكوم يعدي، مالكوم يمر، مالكوم يلعب الكرة إلى ميتروفيتش، عدى، الله، لا 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 لا، غريبة 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 يا ميتروفيتش، الكرة الماضية يا لها من لمسة، يا لها من كرة، ميتروفيتش ضيع جولين وكان مواجه للمرمى، مش عاداته أبدا، هذه الكرات ليست عاداته ولكنها تحصل في عالم الكرة، ضيعها ميتروفيتش وكاد أن يسجل. الكرة ترجع إلى نيفيز، إلى نيمار، نيمار جميلة كرة إلى سالم الدوسري، سالم يتقدم، سالم يحاول، سالم يعدي، نيمار الآن كرة ملعوبة، محاولة موجودة، سافيتش، الله، الله الله الله، الكرة لا تزال والضغط الآن موجود، سالم يتقدم ويحاول ينقل الكرة إلى ناصر الدوسري، يبحثون عن نيمار، يريدون نقل الكرة إلى جونيور، الكرة ترجع إلى نيمار من جديد، ناصر إلى نيمار، نيمار إلى سالم، سالم من جديد المحاولة من الجانب اليسار، الكرة تعدي وتمر لميلينكوفيتش سافيتش الذي كاد أن يسجل هدف جميل، مالكوم البرازيلي من برازيلي إلى برازيلي، الله 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 يا زعيم، الله يا نيمار، الله يا ناصر، يا له من جول،
أيها الفريق الأزرق المرعب، في كتاب الهلال المتعة قانون ثابت، المتعة قانون ثابت يكتب باللون الأزرق. يا لها من كورة، الله على لمستك يا نيمار، الله على متعتك يا برازيلي كبير، يا برازيلي كبير. الهدف الثالث للزعيم، شوف الكرة مالكم إلى نيمار، مالكم من جديد، يا السلام على طول، وبعد ذلك في الجول ناصر الدوسري يسجل هدفا ثالثا لمصلحة الهلال. لا يوجد تسلل مع الكرة الماضية، وبالتالي الهلال يتقدم بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. إذا لاعبي خط النص نيفز وسافيج يتركان أرضية الملعب لسلمان الفرج ولمحمد كنو. تأتي الآن لصالح الرياض الذي يبحث عن هدف أول، الكرة موجودة ولكن رأسية وتغطية من خاليدو كوليبالي. خاليدو كوليبالي كنترول، شوف نيمار، شوف نيمار، شوف نيمار، شوف نيمار، راح يمر، راح يمر، راح يمر، نيمار يتقدم، نيمار لعب الكرة إلى مالكوم. الله 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 الله، الزعيم بهذه الروعة حقيقة وليس خيال، مع نيمار ومالكوم والنجوم الكبار. الله يا زعيم، الله يا متعة الزعيم، الله يا الكرة الحلوة اللي قدمها الزعيم. موسيقى ولمسات ونقلات نيمار في أول مباراة، مساهمة وأسيست على طول. شوف الكرة من نيمار، شوف كيف عدى وسجل مالكوم الهدف الرابع على طول في المرمى، في المرمى، في المرمى، في المرمى. مالكوم يسجل الهدف الرابع في المباراة ويسجل الهدف الخامس شخصيا للنجم البرازيلي بعد هاتريك في شباك أبها، وهدف سجله من أمام الاتفاق. يا سلام، شوف الكرة الماضية، مالكوم يسجل الهدف في شباك مارتن كابانيا، والهلال يتقدم بأربعة أهداف مقابل لا شيء. 4-0 نتيجة توضح لك الفرق الكبير في الإمكانيات، في القدرات، في الأسماء، في النجوم. ترجع الكرة إلى نيمار، محاولة مستمرة إلى الأمام بحثاً عن متروفيتش، تصل الكرة إلى مترو، يحاول مترو، ممكن يعدي، يعدي، يلعب الكرة إلى مالكوم، مالكوم إلى البريك، جميلة إلى نيمار، استلام من نيمار، تعود الكرة قوية وركلة جزاء، ركلة جزاء للزعيم، ركلة جزاء. شوف المحاولة، شوف اللمسة، شوف الكرة، لمسة يد موجودة بالفعل، موجودة بالفعل، وكاد أن يسجلها نيمار الكرة الماضية، لمسة يد على علي الزكعان. سالم الدوسري، كامبانيا، سالم الدوسري، سالم الدوسري، الله جديدة بشخصيته المعتادة. يا سلام يا زعيم، يا سلام، 5 أهداف، الهلال يمتع ويبدع ويطرب جماهيره في كل مكان. سالم الدوسري يسجل الهدف الخامس، وخمسة أهداف لصالح الزعيم، لصالح الزعيم. إذن الهلال بنتيجة ثقيلة على الرياض يحقق أكبر نتائجه في دوري روشن بهذا الموسم هنا في ملعب الملز في الجولة السادسة من دوري روشن. كرة تعود محمد كنولي الجناح اليمين، هجوم من جانبي، البريك، عرضية ترسل ولكن
الكرة تعود إلى ميتروفيتش. يا السلام، الكرة الماضية من نيمار إلى مترو، عودة الكرة إلى سالم، سالم إلى سلمان، من سلمان إلى ناصر للجناح الأيسر، يحاول لعب الكرة العرضية أو البينية، الكرة مستمرة، نيمار قوية من جانب نيمار، والكرة سهلة إلى أحضان حارس المرمى. يريد أن يسجل، يريد أن يسجل نيمار في هذه الأوقات. مشاهدينا الكرام، حولة موجودة تعود، الفرج بكرة لكنو، حلوة إلى البريك. الهلال يهاجم في الشوط الثاني من عمق الميدان، محاولة، ميتروفيتش، ميتروفيتش، نيمار، نيمار، الله، فاعت الكرة الماضية على الهلال، فاعت الكرة على نيمار وكاد أن يسجل. شوف المحاولة، ميتروفيتش الذي فضل لعب الكرة لنيمار وكان يريد أن يسجل نيمار هدفه الأول، وبالتالي الكرة تضيع وتذهب إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى لصالح كامباني. لكن بالفعل ما شاء الله فعالية كبيرة لنيمار منذ أن نزل في الشوط الثاني. هنا احتفالية نيمار المفضلة دائما والتي يكررها مالكوم عندما يسجل. الكرة الماضية اللي كانت لي محمد البريك، كان يحاول فيها محمد. من جديد الكرة إلى مترو، نيمار، 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 جول، نيمار، الكرة تعدي، جول، 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 يحضر من يحضر، يأتي من يأتي، الأهداف لغة سالم المفضلة، الأهداف لغة التورنيدو المفضلة، الكرة في الجول، 6-0 يا زعيم، 6-0 يا هلال، يا لها من نتيجة ثقيلة، ويا له من هلال مرعب، يا له من هلال مخيف، هلال مخيف، الهلال يسجل السداسية بعد تسديدة نيمار، ومن ثم متابعة سالم، شوف الكرة، شوف، شوف اللقطة الماضية، على طول في الجول، في الجول، في الجول، في الجول، هذه كرة نيمار إذن بالفعل، وبالتالي الهلال يسجل 6 أهداف نظيفة في فرجة كروية ممتعة للجماهير بالفعل. سالم الدوسري سجل هدفين في مباراة اليوم. الكرة تعود إلى خارج أرضية الميدان. يستمر سالم الدوسري في مستويات الرفيعة. الكرة تصل لموسونا على الجناح الأيسر، تمريرة موجودة، لمسة تعود للناحية اليسار، الكرة تصل من جديد للرياض، والمحاولة مستمرة، والكرة تتخلص، جول، هدف أول للرياض، يسجل الرياض إذن، وتصبح النتيجة 6-1، تصبح النتيجة 6-1. إذن شوف الكرة الماضية من جديد، هذه اللقطة التي جاءت من محمد، وبعد ذلك أو لا هنالك بالفعل، خلونا نشوف. الكرة في شباك ياسين بونو، هدف سجل عن طريق علي الزقعة. نحن الآن في الدقيقة 7 من زمن الشوط الثاني الإضافي. لا يزال توماس بونجار، إذن بالفعل يحتسب الهدف لعلي الزقعان، والنتيجة 6-1، 6-1. إذن كرة إلى نيمار، ينقل كرة لمالكوم، علي الزقعان،
بليهي صاحب الشخصية الكبيرة بكل صراحة في المباريات الكبيرة دائما ما يظهر، والهلال دائما يظهر. مشاهدينا الكرام، متابعينا أينما كنتم في كل مكان في هذه الأوقات الجميلة للهلاليين، الهلال ينهي الجولة السادسة بستة أهداف مقابل هدف وحيد. مبروك للزعيم والجماهير هذا الانتصار الكبير، هارد لك للرياض ومحبي هذه الخسارة. كنت معكم شاري القرني، الآن سأنتقل بالكلمة والصورة للزميل العزيز محمد خاتم في الاستوديو التحليلي. لك الكلمة زميلي محمد، تفضل وإلى اللقاء.